السلام عليكم، يلا حيهم شباب، معاكم عبد الكريم، واليوم احنا موجودين في محل نمبر 10 في ياس مول في ابو ظبي. ايش عندنا هنا؟ ترى عندنا تحدي فيفا 23 حراك. ليتس جو. مرحبا بشار. هلا كيمو. هلا والله. شو الاخبار؟ والله تمام. اخبارك انت ان شاء الله؟ لا لا ما في شيء. قاعد تخبي البورد؟ لا ليش اخبي؟ والله هذا البني ادم معرق من الحين، تو الناس ما فاهمين طيب ولا عارفين ايش السالفة. اشرح لهم عشان يعرفوا ليش قاعد اخبي من وراك. يعني مسوي اني ما بشوف الخطه، قاعدين نلعب في نفس الشاشه. الو الو. صح نسيت والله. جماعه الخير، طيب كلنا عارفين انه كاس العالم راح يستضاف لاول مره في الشرق الاوسط، تحديدا في قطر. عشان كذا احنا جدا مبسوطين، قررنا نسوي تحدي فرق عربية فقط. فرق وش؟ عربية فقط. يعني الأخ بشار إذا اختار محمد صلاح مع الأسف ما أقدر اختاره، وأنا إذا اخترت محرز أنت ما راح تقدر تختاره. صلاح ومحرز عندي اليوم الاثنين؟ ايوه والله تسوق يعني. طيب يا جماعة الخير، ثلاث مباريات، اللي يفوز فيها يربح التحدي كامل. ترى في يعني في كاتش كذا حلو. عندك ثلاثة لعيبة عالميين تقدر تختارهم من أي جنسية. يعني مو بس لاعبين عرب، ايش رأيك؟ حلو، يعني صلاح، محرز، ميسي، رونالدو. هي انت قاعد تخطط، قاعد تخطط من اول. من امس قاعد اضبط الوضع، اليوم ما بطلع الا بفوز. يعني شات حيله بزياده على اللزوم، لكن الميدان يا حميدان. طيب ايش رايك من اختار اول شيء؟ حجره ورقم قص، حجره ورقم قص. شايف خدعتك، فكرت اني راح اغير بس ما غيرت. حجره ورقم قص. اوي ابو مكه، اسمع ابو مكه، انا موجود يا ابو مكه. قولي لي صلاح حبيبي. انت ابو مكه صلاح وانت محرز؟ لا لا مو بكيفك. طيب مو بكيفك، يلا تك هناك، سوي خطتك وانا بسوي خطتي. من عرفت انه صلاح طار. صلاح طار صح؟ معليش ان شاء الله المرات الجايه تجي وتلعب معنا وتفوز ان شاء الله. طيب يلا يلا يلا، حط 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 حط. روح محمد صلاح جناح ايمن، رياض محرز هو اللي راح يوقف صلاح حقك عند حده. نختار رياض محرز ونحطه له. يلا روح. تعرف انه في واحد اسمه اشرف حكيمي يلعب ظهير ايمن، مبدع، الف طاقته 85. منير من المغرب راح يكون عندنا يا لاعب وسط ميدل. شوف دام معايا صلاح على اليمين، حكيم زياش يلعب وسط على اليمين. يا ربي جهة اليمين، يا الله. شوف شوف، خذ الايباد، ما ابي اشوف خلاص. طيب طيب، الله 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 الله، مره قوي مره. يا ربي يا كيم، قاعد يهايط كل هالاحياط واخر شيء راح يخسر اليوم، خليه هايط ليشبع. طيب محمد النني يلعب في الارسنال، كمان يلعب الحين. يب خلنا ناخذ والله اي لسه ارسنال، فراح يكون عندي كمان في النص. يلا روح. بن ياسر راح يلعب في النص، راح يلعب في النص هنا. انا مش العب، العب 4-4-2. ايش رايك؟ والله انا ماشي. حلوه. شوف انا مكثر ما لي واثق من نفسي. ايه فاختر لي انت اللاعب اللي تبيه. والله تقول والله؟ اي بس تكون فوق ال 80. اي فوق ال 80، فوق ال 75 على الاقل. انزل انزل لاخر شيء، انزل لاخر. صلى على النبي، فوق ال 75 مو انا الخمسينات، ابغى اشوف ما في خمسينات. طيب لا لا بختار لك لاعب كويس. وين تبي؟ وين تبي؟ انت ناقصك واحد على اليسار صح؟ صحيح. تبغى ليفت ميدل؟ ليفت ميدل حلو. راح اختار لك لاعب من قطر. عشان كاس العالم. طيب وليفت وينج، جناح يسار مناسب، اسمه اكرم عفيف، طاقته 76. حلو حلو، انا موافق. امورك طيبه، احط الكارد على اليسار. حلو حلو، انا صار عندي الوسط خالص. اوكي امورك طيبه. طب دوري اختار لك لاعب. خليتك تختار لي، خليني اختار لك. بس شوف كيف اخترت لك لاعب كويس. اي لا ما عليك ما عليك. ها في ايد امينه، تفضل خلاص. ايد وشو؟ في ايد امينه خلاص. واضح. اسمع، اول ما الايباد يصير في يدي خلاص ما لك اي سيطره. عبد العزيز حاتم. عبد العزيز حاتم قطري بعد. ها قطري، يلا روح حطه ميدل. خلي
طيب طيب انا خلاص خلص عندي الوسط حاليا، خلينا نشتغل على الدفاع. راح اروح مع ياسر الشهراني من السعوديه، وراح يكون عنا ياسر الشهر، هيكون عنا دفاع يسار. بن عطيه طبعا مدافع مغربي الكل يعرفه، يلعب في بايرن قبل، ميسي سواله حركه اقول لك الله لا يوريك، بس ان شاء الله ما راح يسويها مره ثانيه. اوكي 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 اوكي، انا بدي اكمل على اني انوع من الدول العربيه، فراح اروح مع خليك يا عيسى مندي او زهير، زهير فيدال. والله مندي جواشنا اليوم صح، تحيت والله مندي مندي. يلا يا يلا يا عيسى مندي، ها عيسى مندي عندنا طاقته 80 كمان، حلو عندنا في الوسط في الدفاع. يلا انت الحين اختار مدفون. امزح نكتب هاي خلاص. زهير فيدال من المغرب، من المغرب طاقته 80، امورنا طيبه. تفضل اخوي. اسمع عاد اختار بنزيما؟ لا بنزيما ما ينفع. جزائري. فرنسي فرنسي. جزائري. جسواب اخوا. جزائري. اللي البلو. بس مو موجود هنا لانه ما يلعب بمنتخب. اوكي اوكي. اتونسيون. اتونسيون. قلب فرنسي الاخ. اتونسيون الجيري فرانس سيم سيم نو. ترى المترجم ما يعرف فرنسي يحط لك سبتايتل، فاذا واحد بالكومنتات يعرف اتمنى يترجم شو قال. هذا كلام اكبر من انك تفهمه. الله الله، هذا بي اتش دي ليفل. انا ودي اشوف نهايه حياطه اليوم. طيب راح اروح انا اخيرا مع مع كمان لاعب مصري في الدفاع، حيكون عندنا كريم حافظ. تفضل. خلاص كذا خلصنا التشكيله. خلصنا يب، حاليا فينا نروح على الوايلد كارد. وايلد كارد طبعا، هذا الشغل الصح. الوايلد كارد مثل ما قلنا ثلاث لاعبين من اي مكان، مو شرط يكونوا لاعبين عرب. تعرف من شوي سالتك عن كريم بنزيما، تختاره كريم بنزيما بالهجوم. انا مخلي الهجوم فاضي من البدايه، مخلينا الوايلد كارد. او ماي جاد، افضل لاعب في العالم عندك. يب. شوف كمدرب ذكي محنك، حلو حاج بيطلع، لازم اذا مدرب ذكي حاج بيطلع يعني. اسمع انشيلوتي كذا يوم يرفع يسوي المهاره ذي تعرف انه يفوز شامبيونز ليج على طول. طيب. حبيبي تجيب هنا كورتوا اساس الفريق الحارس. لا انا كان في بالي ميسي. تعرف الاغنيه هذيك الفرنسيه اللي يقول تمنى لنا ما بدأت أبو ها كيليني مبابي لا 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 كيليني مبابي. الحارس عنا راح يكون نوير. طيب عندي على اليسار مين اختار؟ نيمار. يا ابوي نيمار، خليني استمتع. نيمار 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 ومبابي، بنزيما وميسي. شوف 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 خلاص. انا وين انت وين؟ شوف مع انه هو فاز بس خلاص خلاص يعني خلاص. الحين وقت جاء وقت مبابي. يلا جاء وقت مبابي. انا جاهز. تبغى تخش على الجيم؟ خلنا نخش. اكيد اكيد اكيد. ابي اشوف وجهك بعد هالهياط كله بس تخسر حاجة.